<applause> تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي باد تعال لنرفع شان الحياه بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين يعانون كثيرا من التحديات ويلاقون كثيرا من المشكلات في هذه الحياة الدنيا فلذلك احتاجوا إلى عون رباني من عند الله سبحانه وتعالى فأعانهم الله بجندين من جنوده هما الصبر والصلاة ويجمعهما الصادان كما يقول بعض المفسرين فالصبر والصلاة جندان من جنود الله قوى بهم المؤمنين ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة هذا الصبر هو حلية الأنبياء وهو عدة المؤمنين وهو اخو اليقين فالصبر يقضي على جند من جنود ابليس هو جند الشهوات واليقين جند من جنود الله يقضي على جند من جنود ابليس وهو جند الشبهات واذا جمع الانسان بين الصبر واليقين نال الامامة في الدين كما قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والصبر ثلاث شعب هي الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله فالصبر عن معصية الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب مستواه فمنه الصبر عن المعصية بحيث لا تدور في خلد الإنسان ولا يهتم بها ولا يلتفت إليها أصلا ولا تأخذ حيزا من تفكيره ولا من وقته وهذا أعلى المستويات وهو مستوى, مستوى الأسمى ومستوى الحفظ الذين حفظهم الله من المعاصي والمستوى الثاني من مستويات الصبر عن معصيه الله هو الصبر عليها بان تخطر على البال ويقع فيها التفكير تاخذ حيزا من التفكير ولكن لا يواقعها الانسان لان الحاجز الذي بينه وبينها حصين وهو برهان الله الذي راه يوسف عليه السلام لولا ان راى برهان ربه وهو نور الايمان في قلب المؤمن يحول بينه وبين مواقعه المعصيه و القسم الثالث أو المستوى الثالث من مستويات الصبر عن المعصية هو الخروج منها بعد الوقوع فيها بالتوبة والإنابة والندم وكذلك الصبر على الطاعة ثلاثة أقسام الصبر عليها قبلها بالإعداد لها والاستعداد والعزيمة والصبر عليها في أثنائها بالإخلاص وحبس النفس عليها والصبر عليها بعدها بعدم إبطالها بالمبطلات المتأخرة ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكذلك الصبر على اقدار الله ثلاث مستويات منه الصبر المقتضي للرضا ان يرضى الانسان عن كل ما اتاه من ربه فيرحب به كما قال عروه بن الزبير عندما بترت رجله ومات ولده عبد الله وهو احب اولاده اليه رفع يديه الى الله وقال ايمنك لئن اخذت لقد ابقيت ولئن ابتليت لقد عافيت ودون هذا الصبر بالاستسلام لحكم الله لأن الإنسان يعلم أنه لا راد لقضاء الله ولا دافع له وليس له أي حيلة إذا نفذ قدر الله سبحانه وتعالى فحينئذ يستسلم لأمر الله والدرجة الثالثة من درجات الصبر على أقدار الله هي الأدب مع الله والحياء منه بأن لا يستعظم الإنسان أي شيء على الله فيعلم أن الله هو مالكه إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملوكون إلا ونحن جميعا راجعون إليه هذا الصبر كان صفة الأنبياء الكرام وقد رباهم الله عليه وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ بالصبر والمصابرة فقد قال الله خاطبه الله والمؤمنين معه بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وفي العهد المكي رباهم الله على الصبر ثلاث عشرة سنة لم يدفعوا عن أنفسهم ولم يكسروا صنما ولم يقتلوا رمزا من رموز الشرك وانما صبروا على الاذى واحتسبوا في ذات الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله في ذلك يا قال الله في ذلك قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اوثق الناس بوعد الله واوثق الناس بضمان الله سبحانه وتعالى فلذلك كان صبره قويا في كل الأوقات حتى قال لأبي بكر الصديق عندما جاء المشركون ينظرون إليهما في الغار قال له لو قال أبو بكر لو نظر أحدهم عند قدمه لرآنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهكذا في كثير من المشاهد عندما اتاه خباب بن الارت وهو متوسد برده في ظل الكعبه فقال يا رسول الله لا تستنصر لنا لا تدعو لنا لا ترى الى ما نحن فيه قال انه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به ما دون عظمه من جلد ولحم ثم يفرق به فرقتين ثم يؤتى بامشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم لا يصده ذلك عن دينه وَوَالَّذِي نفس محمد بيده لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من إِلَى الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا جميلا كما امره الله وصبر لربه ولربك فاصبر وذلك من اول ما انزل عليه في سوره المدثر فصبر كل المواجهات وكل ما وجه به من القول والفعل والاذيه وحتى التكاليف فهذا القران الذي انزل عليه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يحوج الى الصبر فصبر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بدايه الامر اذا نزل عليه القران يحاول مباشره عند سماعه ان يستعيده فيحرك به لسانه فنهاه الله عن ذلك فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقد قال البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فهذا التحريك هو الذي نهاه الله وضمن له ان يجمع له هذا القران في صدره فكان ذلك كافيا عن هذه المعالجه ولذلك قال ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما هذا الصبر مدرسه رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ويحتاج اليها المؤمنون في كل العصور وبالاخص في زماننا هذا الذي نعيشه وقد تكالبت فيه الامم على هذه الامه وكثرت مشكلاتها فعدتها الصبر واليقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير والكلمة الآن للمشايخ الكرام نبدأ بالشيخ فضل بارك الله فيكم شيخنا في القومتين في أول قومة وفي ثاني قومة وهو قم فأنذر وقم الليل إلا قليلا ألاحظ أن الأوامر التكليفية ختمت بالصبر هناك واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وهي في القومة الليلية في قم الليل إلا قليلا لأنه قد يتكدر الإنسان فيعكر عليه صفه مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليل وإذا قال أهجرهم هجرا جميلا اصبر على ما يقولون أهجرهم هجرا إذا, إذا شغلت نفسك طوال الليل ولن تتفرغ لليل لن تقوم الليل ستظل متكدرا واجما مهموما فذكر الصبر هنا كذلك في مقام الدعوة حينما أمره الله سبحانه وتعالى بالأوامر الستة آخر أمر ولربك فاصبر لأن هذه الأوامر السابقة من ترج فاهجر ومن ولا تستكثر الأشياء الأخلاقية والقيمية كلها تحتاج إلى الصبر وقد تأملت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء هذه الكلمة كأنها نور يبث في الصوت ضياء كلمة ضياء يعني كأنها تنير لك الحياة لو أننا فقط أخذناها في العبادات مثلا إذا صبرت على العبادة ستبلغ إلى درجة الإحسان بإحسانها وبإحسان أدائها وبالخشوع فيها وهو أعلى شيء ذكره الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وهذا المقام يحتاج إلى الصبر تنظر كيف أضاء لك في صلاتك صبر أما العجلة فإنها مرتبة أدنى الصبر في الاجتهاد لا يمكن أن تبلغ الإجتهاد والإمامة إلا بتمحيص النظر وبمعاودته وبتكراره وبالتأكد من النصوص وبتحليلها وملاحظة مقاصدها وملاحظة حكمها وعليلها ذلك لا يبلغ درجة الإجتهاد والإمامة كما أشار الشيخ في قوله سبحانه وتعالى في, في, في ما ذكره من الآية إلا من تحلى بالصفة فهو, فهو يضيء للمجتهد في ليله يضيء للمجتهد نور في صدره كلما صبر كلما تأنى ولذلك كان العلماء يقولون انما يخاف من صاحب الكتاب الواحد لأنه يطيل النظر فيه ويعاوده ويكرره ولذلك انظر الى الموافقات للشاطبي التي غيرت وهزت يعني الـ 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 الواقع الذي كان فيه ركود علمي غيرت كثيرا ونقلت نقله مقاصديه عظيمه ونقله ونقله اصوليه الـ 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 كذلك في في التخطيط الصبر في النجاحات الاداريه والسياسيه وفي الحكم. يقول اهل اهل الاداره لا يمكن ان تنجح الا بخمسه امور: بتحديد الهدف واحد، اثنان باعداد خطه واضحه بينه مزمنه بتنفيذ الخطه بمتابعه تنفيذ الخطه وتجويدها وتـ 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 ودائما وتطويرها ثم بعد ذلك بالاشراف عليها. هذا لا يمكن ان يقف امامك امامك العالم في تحقيق هدفك كما يقولون، فكل هذه تحتاج الى الصبر. بارك الله الشيخ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الصبر يعني في القران الكريم لما تجد ان ثمره من ثمار الايمان بالله سبحانه وتعالى، يعني كلما قوى الايمان كلما كانت صفه الصبر واضحه سواء على الطاعات، عن المعاصي، في النكبات، ولهذا في سير الانبياء تجد قيمة الصبر واضحة بقوة مثلا لو أتينا النوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عام وهو يتحمل في النقد ويتحمل في الأتباع في التربية يتحمل وصفة كانت بارزة لو أتيت سيدنا إبراهيم عليه السلام يترك القوم والأهل ويتكاليف الهجرة ويبتلى أيضا بتأخير الذرية يعني تقدم به العمر ولم يكن له أبناء أشكال وألوان من الصبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء التنقلات الكبيرة التي قام بها ما بين العراق ما بين الشام ما بين مصر ما بين الحجاز كل صفة الصبر كانت واضحة هذا كله في القرآن المكي يعني كان المرجعية والمنهج القرآني في ضخ قيمة الصبر للأتباع لثبات الصحابة والله الله عليهم واقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم فبهداهم فاقتدي تجد هذه الصفه واضحه في سيدنا يوسف عليه السلام في بيت العزيز مع امراه العزيز كيف الصبر قوه الصبر اللي سماها الشيخ البرهان برهان الله بنور الايمان فهذا الصبر في مع النسوه الصبر في داخل السجن فلبث في السجن بضع سنين بعدين يقرر هذه الحقيقه سيدنا يوسف عليه مع اخوانه يقول انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يعني هذا سنه من سنن الله سبحانه وتعالى ليحقق الصبر وتقوى الله فهؤلاء في مقامات الاحسان فالله يوفقهم في الدنيا والاخره. موضوع يعقوب عليه السلام صفه الصبر كانت واضحه في حزنه في بثه في بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، صبر جميل بعيد عن الشكوى وعن الجزع والله المستعان. على ما تصفون مش ممكن هذا الصبر الجميل الا بحسن الصله بالله سبحانه وتعالى حتى يستمد من الله القوه الروحيه التي تعينه على هذا المقام العظيم. المره الثانيه فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم بل وتحول هذا الصبر الى استخدام سنه الاخذ بالاسباب يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون بل ان الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الامه لما يصابون بالمصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون فهذا الصبر اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فالطريق نحو رحمه الله وصلوات الله وطريق الهدايه هو الصبر بل ان الله سبحانه وتعالى قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فأجر الصبر أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي قيمة وثمرة من ثمار لا إله إلا الله كل ما تعمق الإيمان وازداد الإيمان كل ما ظهرت صفة الصبر والتحمل ابتغاء مرضات الله في دعوته في تكاليفه سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كانت أبرز صفة من صفاته أيضاً صفة الصبر التي أعانات على التكاليف وبارك الله فيكم وجزاكم الله الشيخ نور الدين شكرا لكم نحن صابرون في هذا البرنامج سبع ثمانية ساعات لعدة أيام والجمهور الكريم كذلك صابرون معنا فاصبروا وصابروا ورابطوا والمنتجون والمخرجون أيضا صابرون والحمد لله جاء ذكر الصابرين في الآية الكريمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفيه إشارتان الإشارة الأولى إلى أن الصبر صبر الأمة وصبر الجماعة وصبر الأسرة والقطاع والهيئة والجمعية إلى آخره فهو فعل جماعة بثبات ويقين وامتثال لأحكام الله تعالى وبصبر على الطاعات وعلى المعاصي وكذلك على الإمتثال وعلى كل ما هو موضع صبر هذه الإشارة الأولى والإشارة الثانية أن الجزاء كما جاء في الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جزاء مطلق ليس محدودا او محصورا وانما هو مطلق الله عز وجل يتولاه بنفسه سبحانه وتعالى وهذه الاشاره هي اشاره الى ان الصبر تتفاوت درجاته وعلى الصابرين ان يتمثلوا اعلى مراتبه على حسب الوسع فكلما ارتقى الانسان في صبره كان على جزاء اوفى بأجر كبير وجزيل وبعطاء غير مقطوع بفضل الله سبحانه وتعالى وشيخنا الشيخ محمد ذكر في ختام مقدمته قال أمتنا اليوم وكذلك شيخ فضل أمتنا اليوم في حاجة إلى إلى صبر معاصر أو إلى صبر في عصر بمقتضيات هذا الصبر وشيخ فضل تحدث عن الصبر الإداري والصبر على المستبدين والظالمين والمفسدين هذا الاستبداد الذي هو منظومه معقده ومكثفه ومراكمه بصوره الت الى كارثيه في الامه وانهيارات في مستويات كثيره بمقتضى مراكمه لسنين وبمناهج وتخطيط واستراتيجيات فالأمة اليوم مبتلاة بهذا الاستبداد وآثاره الخطيرة المدمرة والصبر على الإستبداد أو المستبدين لا يعني الخنوع والركون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وإنما الصبر هنا هو صبر في تفكيك هذا الإستبداد ومواجهة هؤلاء المستبدين من أجل الإرادة العامة وحقوق الأمة وتقدم الشعوب والدول الصبر في الصبر التعليمي والتكويني والتدريبي الفرد أو الطفل ينشأ في كتاب ثم مدرسة ثم جامعة لعشرين سنة أو لثلاثين سنة من أجل أن يتخرج متخصصا في مجال ما هذا صبر المسلمون الآن في هذا الوقت يصبرون على أهليهم على جيرانهم على أحدهم يصبر على شاب على مريض على فقير على جار أحدهم يصبر على مرض على فقر على عاهة إلى آخره كل هؤلاء انما هم الصابرون كما جاء في الايه الكريمه على عمومها انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كيف ناخذ هذه الخصله العظيمه من سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ناخذه بامتثال هذه السنه وهذه السيره على صعيد الاقتداء وعلى صعيد الفهم وعلى صعيد ان نعيش وضعهم الذي عاشوه من جهه استدعاء اوضاعهم في الصبر وعظمه مستوياتهم الراقيه جدا والعاليه جدا في الصبر بالليل والنهار، صبروا فاوصل صبرهم الى ان الاسلام الان في هذا العالم ونحن مسلمون بفضل الله وفضل هذا السند المستمر ونورث اجيالنا هذا الصبر بما نقوم به من اصلاحات لابد ان نصبر فيها والله هو ولي الصالحين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه الصبر هو محضن الرجال ومصنع الامه. بدون الصبر لا يمكن للإنسان السوي أن يتحمل المصائب وأن يقوم بإدارة الدولة أو بإدارة حتى الشركة أو بأي شيء لأنه بدون الصبر يكون الإنسان جزعا هلعا متعجلا ومن استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه بينما الصبر يجعلك أنك تستمر وتصبر وتخطو خطوات عمليه ولذلك لما نقرا القران الكريم نجد انه يربط الصبر بال بالالم بالامل عفوا صح الصبر هو الم ولكنه يصبر الم الصبر بالامل الكبير ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا مع العسر يسرا وليس بعد العسر وبالتالي يكون الانسان ولذلك رب العالمين ربط هذا الصبر القوي الذي يجعلك متاملا ومتفائلا ربطه بالايمان وبالتقوى بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه فهذه حقيقه شروط اساسيه لتحقيق الصبر الايمان بدون الايمان لا يمكن ان يكون هناك الصبر. والصبر حينما يكون هناك ايمان يربط الانسان كل شيء بالله، انا لله وانا اليه راجعون، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي صحابته الكرام على هذا الصبر الجميل، على هذا الصبر العظيم، لماذا؟ لانه يعدهم ان يكونوا قاده للامه. أن يكونوا قدوة وقادة، وفعلا هذا الجيل العظيم الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفون عن بقية الأجيال. وبخاصة الذين تربوا في أحضان تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، فصبروا على ما ما أصيبوا من في كل المجالات وحتى يروى في بعض كتب السير أنا قرأتها سئل أحد الصحابي قال ما هو اهم يعني أش اشد الايام عليكم في حياتكم هل كان يوم احد؟ قال لا والله اشد الانواع الصبر عندنا حينما كنا في مكه المكرمه ونرى اخواننا اخواننا مثل ياسر وسميه وكذلك بلال يعذبون ونحن مع مامورون بالكف وعدم اي عمل والصبر والصلاه مثل ما قال الفضيله الشيخ محمد هذا اشد انواع لماذا اخوك صاحبك يعذب يقتل ومع ذلك لا تستطيع ان تدافع عنه فلذلك الصبر هو حقيقه هو يصنع الرجال ويصنع الامه وما احوجنا اليوم الى الصبر وعدم التعجل والصبر فعلا يقتضي ايضا ان نسير على الخطى للوصول إلى الهدف المنشود بإذن الله تعالى إخواني المشاهدين وأخواتي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أيام الصبر يكون القابض فيها يكون الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر فاستعدوا لذلك يرحمكم الله ثم اعلموا أن نتيجة الصبر محمودة فقد قال عتبة بن غزوان لقد رأيتنا في الشئب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار وفقكم الله وحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحو همّا وغمّا ونرشف نورا من الوحي بادي تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي